لو سمحت ابني عمل كشف استمارة 111 لتقديم الشغل الوظيفي ودكتور، والدكتور كتب كهرباء او صرع او مرض نفسية وكتب العرض على المدير، يا ترى هيتكتب لايك او غير لايك؟ لسه انا مستني نتيجة. وصور الورق اللي بيدل على الكهرباء والامراض النفسية وكارنيه الخدمات اعاقة ذهنية، بس كان عاوز اختبارات ذكاء، بس انا ما كانش معايا اختبارات ذكاء لان ياخذوها مني في اللجنة الطبية اللي طلعت لي من فضلك اللي فات ده عشان انا خايف من النتيجة. سلم امرك لله يا استاذ سيد، اللي ربنا كاتبه هو اللي يكون، والارزاق بيد الله. انت اهم حاجه ان انت قدمت لهم ان هو فعلا عنده هذه الامور الداله على الكهرباء او الصرع، ربنا يشفيه يا رب ويتم الشفاء على خير. سلم نفسك، امر الله هو اللي بينفذ سواء لائق او غير لائق، هم اللي بيتكتب عليه هو اللي هيكون. المهم ان انت بس تتواصل مع جهه العمل اللي انت هتشتغل فيها وتوضح لهم، او اللي ابن حضرتك هتشتغل فيها وتوضح لهم انه هذا المرض لن يؤثر على الشغل. حاول تطمنهم بس، ولو كده ان شاء الله ربنا يكتب اللي فيه الخير وربنا يوفقك ان شاء الله ويوفقه ويكرمه بافضل وظيفه. سيب الارزاق على الله، ما تقلقش، فكر لبكره ان شاء الله وربنا يوفقه باذن الله. اختار طب بيطري حكومي ولا علاج طبيعي وصيدله خاص؟ انا وجهه نظري ما دام جات لنا حاجه حكوميه ندخلها اوفر وافضل بكتير. العلاج الطبيعي والصيدله خاص مبالغ رهيبه رهيبه، فالافضل تدخلي طب بيطري وحكومي، هيفيدك ان شاء الله يا منى في دراستك. والطب البيطري انت كفتاه تقول لك لا ده صعب اتعامل مع الحيوانات، لا انت ممكن تشتغلي في مصانع، ممكن تشتغلي في مصانع كبيره ومؤسسات، فمش شرط انك تشتغلي في طب بيطري. وبالمناسبه طب البيطري كمان في العيادات بيفضلوا كمان السيدات في التعامل، فلا يعني ادخلي طب بيطري حكومي ووفري الفلوس دي، هتفيدك كتير جدا بعد التخرج، وبالتوفيق ان شاء الله يا منى. يا حضرتك ترد عليا بعد اذنك، ازاي طالب لسه بيدرس في كليه التجاره ومتخرجش ينفع يشتغل في بنك ولو حتى بدون مقابل، المهم يستفاد بخبره؟ يعني ايه يشتغل في بنك؟ هل طبيعي ان شخص داخل كليه الطب نقول له تعالى اشتغل دكتور؟ اكيد مش، يعني الخريجين مش بيعرفوا يلاقوا شغل في البنوك. هل انت كطالب هتشتغل؟ اكيد طبعا البنك مش هيشغل حد لسه طالب في الكليه. ينفع تتدرب، البنوك بتعلن على التدريبات الصيفيه كل صيف، اقعد قدم وحاول قدم في اكتر من بنك اللي يقبل روحه، لو ما قبلش خلاص ما تقدمش وربنا يوفقك ان شاء الله، ولا تبكي على اللبن المسكوب وبلاش الاوفر دراما وربنا يوفقك ان شاء الله. وحتى لو بدون مقابل هتلاقي تدريب ولكن الشغل مش هيكون موجود، فركز على ده. عاوز تستفيد من الخبره، وسع وجهه نظرك بشكل عام، بلاش تقصر على البنوك وقدم في اكثر من تدريب للطلاب وربنا يوفقك ان شاء الله، ولكن لا يوجد اي شغل للطلاب في العمل في البنوك او في اي شركه يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اريد ان اقدم على وظيفه في حضانه وانا مخلصه 5 اعدادي وعمري 45 سنه، ربنا يديكم الصحه. كيف اكتب السي في او السيره الذاتيه على المود اقدم على وظيفه؟ يا ريت تجاوب. عملنا فيديوهات على السيره الذاتيه وازاي تكتبيها، نصيحتي ليكي نزلي تمبلت، واحنا عملنا حاجات ازاي تكتبيها كمان، نزلي تمبلت تلاقيها منتشره كتير، واملي فيها بياناتك وقدميها، وحاول انها تكون بسيطه، خلفيه بيضاء ما تحطيش فيها صورتك، وانها تكون قدر الامكان منسقه وتتقدم وتحط فيها الخبرات. ما عنديش خبرات، قاعده طول الوقت في البيت، على الاقل تبقى انت عندك مهارات ايه. حاولي انك تكتبي كل هذه الامور وتقدميها، والارزاق على الله وبالتوفيق لحضرتك. بعد اذنك، انا اظهر معايا تربيه خلصتها السنه الماضيه، وسمعت ان جامعات العام زي الزقازيق بتقبل التقديم بالمؤهل في تجاره وحقوق واداب، وانا عاوز اقدم، هل بتكون حكوميه عاديه ولا مفتوحه؟ بالمنظر ده يا استاذ محمد انت في الغالب هتقبل كجامعه مفتوحه لانك اتخرجت خلاص ال4 سنوات، ولكن نصيحتي ليك ان حضرتك لو معاك كليه تربيه بلاش تضيع 4 سنوات من عمرك مره تانية في جامعه، حرام، هتلاقي وقت منين؟ طب انا نفسي اشتغل بحاجه في الحقوق، حاجه في التجاره، ممكن تدخل في دبلومه مثلا في التجاره، في اداره الاعمال، في اي من الادارات او الدبلومات، ده هيكون بالنسبه لك مناسب وممكن فيها انك تستطيع انك تدخل فيها المجال، فحاول انك ما تضيعش وقتك في ال4 سنوات، حرام حرام حرام. انا بحب الاستثمار في سوق الاسهم والفوركس وعمل مشروع خاص بيا، تنصحني اختار اداره اعمال بعد كده اخد ماجستير في الاقتصاد ولا ادخل ايه؟ الافضل تدخل قسم اقتصاد لو متاح، لو مش متاح ادخل اداره اعمال اداره ماليه، وبعدين ادخل خد بعد كده دبلومه في الاقتصاد، هتلاقيها في اكتر من جامعه ممكن انك تحصل عليها. لكن الاقسام دي والامور دي بتبقى عاوزه شخص مش بس بياخد دراسات اكاديميه بقدر ما هو عنده القدر الكافي من المعلومات في دبلومه الاسواق الماليه. لو انت مهتم بالاسهم والكلام ده، ده كده تدخل في دبلومه الاسواق الماليه، وحاول تاخد فيها ماجستير اعتقد موجود في عين شمس. حاول انك بس تحصل على هذا الموضوع، حاول تحصل على شهاده السي اف اي، الحاجات دي هتكون مفيده ليك انك تطور من نفسك في هذا الجانب، وبالتوفيق ان شاء الله. واقرا كتير في المجال خارج اطار الكليه، لان عاده الكليه بتدي لك جزء قليل من الجزء العام.
انا خريج كليه تجاره شعبه لغه انجليزيه تقدير عام جيد جدا ما شاء الله مع مرتبه الشهر، وبقدم ومش بيجي لي اي رد، ممكن حضرتك تساعدني فين الغلط؟ في الغالب الغلط في السي في بتاعك، غلط مش مظبوط، بتكتبي بيانات غلط، شكله وحش، شكله حديث، شكله مساحته كبيره. عملنا فيديوهات عن السيره الذاتيه، اعملي سيره ذاتيه كويس، قدمي على وظف ولينكد ان تابعين باستمرار ومواقع البنوك، اعملي فولو اب او فولو للاتش ار في لينكد ان، اعملي دايما متابعه لوظائف التوظيف بشكل يومي، ما تستنيش اسبوع لما تقدمي، قدمي بشكل دوري وربنا يوفقك باذن الله، وما تقدميش على وظائف اعلى من تخصصك، حاولي تقدمي وتبداي اي شغل حتى لو كول سنتر، ومنها تقدمي ان شاء الله على وظائف اخرى، وبالتوفيق ان شاء الله. انا سمعت ان في معهد نظم معلومات تابع لجامعه، هل ده صح؟ كتير جدا بيكون المعاهد دي بيقول لك احنا تابعين لجامعه كذا، بعد ما تتخرج ممكن تحصل على شهاده من جامعه كذا، ولكن اغلبيه هذه الامور مش بتكون صحيحه، حتى لو صحيحه هو بس بياخد ترخيص ان الجامعه دي، ونقول انا جامعه حلوان، انت كمعاهد جات لي دفعت مصروفات للتقييم، انا ببص على المناهج بقول ان انتوا تتلكوا ترخيص بان المواد دي فعلا اسورايزد او انها فعلا جيده لتدريسها للطلاب، ولكن ده لا يعني ان انت بتحصل على شهاده من جامعه حلوان، حتى لو بتحصل في بعض الجامعات بتدخل مع شراكات، ولكن الشهاده بتظل اساسيه ان انت حاصل عليها من المعهد، وبيتطلب انك تحصل على لايسنس او رخصه من المجلس الاعلى للجامعات بتسليمها او انها شهاده عليا، فخلي بالك من النقاط دي يا كريم. انا عاوز اقدم نظم معلومات وهي مش متاحه الا في المعاهد الخاصه، هل اقدم تجاره حكومي قسم اداره اعمال عشان الحكومي افضل، ولا ادخل القسم اللي انا عاوزه؟ في الحاله دي حاول تدخل القسم اللي حضرتك حابه، لكن ده انت هتكون متاح في المعاهد، في بعض الجامعات الحكوميه بيكون جواها هذا القسم زي جامعه حلوان موجود داخلها قسم نظم معلومات، فلو دي بالنسبه لك قريبه ادخلها، لو ما فيش حاجه في المحيط نصيحتي ليك ادخل كليه اداره الاعمال داخل كليه تجاره حكومي افضل من ان انت تحصل على شهاده المعهد، لان شهاده المعهد بالمقارنه مع الكليه بيكون صعب. طب انا لسه عندي نسبي ادخل نظم معلومات، ميال لنظم معلومات، مفيش مشكله، بعد ما تتخرج ممكن تاخد دبلومه في نظم معلومات، يبقى كده جماعه الحسنيين احسن ما انت تخسر الكليه اللي رزقك فيها وفلوسها اقل، فده هيكون بالنسبه لك افضل ان شاء الله. هل كلية بي اي اس عشان ادخل قسم بي اي اس لازم ادخل اتقبل في جامعة تجارة حلوان، وانا اصلا من سوهاج فمكتب التنسيق مش هيسمح ان احط تجارة حلوان؟ نعم لازم تقبل في التنسيق الجغرافي بتاعك داخل جامعة حلوان، لانها بي اي اس دي مش كلية منفصلة، هي داخل كلية جامعة حلوان، فانت يجب لو انت من سوهاج لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وشوف الانسب ليك يمينة واللي اقرب ليك في المحافظة بتاعتك وادخله وخلاص، ما تدخلش حاجة بعيدة عن المحيط بتاعي ولا يكلف الله نفسا، واعتبرها رسالة يا سيدي، ادخل في حاجة ونطاق ليك وربنا يوفقك ان شاء الله تعالى. انا في اخر سنه في التجاره قسم احصاء وحابه البرمجه، بس مش عارفه المفروض ازاي اربطهم او اعمل ايه بصفه عامه. ما تعمليش حاجه، المهم ان انت حابه البرمجه، البرمجه يعني من الكليات اللي ملهاش كليه لوحدها، البرمجه عشان تبدعي فيها البورتفوليو بتاعك اللي انت شغلك عامل ازاي، لو انت شغلك كويس هتبهري اللي بتعمليه برمجه، لان حتى مش بيشترط ده بيشغلوا عيال في اعدادي في البرمجه، فمش لازم تربطي، انت اهم حاجه بس تخرجي وابداي اشتغلي في البرمجه ويحسني من الكواليتي بتاع شغلك، واعملي بورتفوليو وقدميه في الشركات، واعمليه فريلانسر وقدميه لناس بره، واشتغلي وخدي ودي، وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله في هذا المجال وبالتوفيق. سؤال تاني معلش، دلوقتي انا في اداره اعمال بس عاوز اخد خبرات في المحاسبه، هل لو رحت سالت في مكاتب تدريب هيقبلوني ولا لا عشان انا في اداره اعمال، وايه هو افضل تخصص من حيث الشغل وانه سهل جدا في التنفيذ في قسم اداره اعمال؟ طب انت اداره اعمال ليه حابب تدخل تاخد خبرات في المحاسبه؟ يعني ملهاش اي معنى ولا لون، حتى لما تروح مكاتب التدريب اول سؤال انت ليه حابب تدخل مجال المحاسبه؟ في ساعتها تقول له اصلا حابب اخد خبرات في مجال المحاسبه، مش هيبقى نافعه خالص، فانت اختار حاجه انت حاببها الاول وبعدين احسم القرار بتاعك احسن انك متردد، واحنا عملنا فيديوهات كتيره بتشرح المواضيع الاقسام بشكل كامل، وساعتها ان شاء الله افضل تخصص من حيث الشغل وانه سهل، كل ده احنا عملنا تخصصات كتيره، فانت عارف انت حابب ايه واحسم ده، وعملنا فيديوهات على الموضوع ده على اليوتيوب مصطفى عطيه بلاي ليست كامله باداره اعمال، فاتفرج عليها وشوف الانسب ليه، واقرا كمان انت في المجال وشوف واطلع انت ميال لايه، وربنا يكرمك ان شاء الله. انا قسم اداره اعمال واتخرجت من اكاديمي وعاوز اشتغل محاسبه، ينفع ولا لا؟ وايه بالظبط الكورسات اللي اخدها عشان مش عارف ابدا منين، وريت ترد عليا. ينفع انك تحول تعمل اللفه دي، بس لفه الدائري لازم تلف لفه. طب اعمل ازاي اللفه دي؟ اول حاجه تقدم نفسك قربان لمكاتب المحاسبه والشركات اللي بتقدم محاسبه، قدم في كل الشركات اللي بتطلب محاسبه،
هتلاحظ ان نسبه الرفض كتيره جدا لان انت مش خريج كليه المحاسبه، ولكن قدم ان شاء الله واحد يعلق فيها، وانت بتعمل في الانترفيو حاول تشرح لهم انا قد ايه بحب المحاسبه وقد ايه وكانت غلطه ان ادخل اداره اعمال ولكن انا بحب المحاسبه، فانت ان شاء الله يقبلوك. طيب في خلال ده تقدم على دبلومه في المحاسبه في اي جامعه بحيث ان انت تعادل شهاده اداره الاعمال دي، وربنا يوفقك ان شاء الله. واول بدايه بتكون صعبه لان اغلبيه الشركات هتكون متشككه فيك وانت خريج اداره اعمال وعايز تدخل مجال المحاسبه، ولكن مع الوقت ان شاء الله الناس هتنسى المؤهل الاساسي وهتوافق باذن الله. ونصيحه ليك في السي في، لو انت مثلا خريج ونقول تخصص اداره اعمال جامعه حلوان، اكتب مثلا بكالوريوس تجاره جامعه حلوان، استهبل بلاش تكتب قسم اداره اعمال، فاهمني؟ حاول بس انت تمركها بهذا الشكل، هو كده كده اوريدي هو بيعمل انترفيو وهو مش هيسال كتير، هو بس بيبقى اغلبيه الناس فريش، الموضوع بيمشي ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. انا احسن نظم معلومات اداريه ولا نظم معلومات الاعمال؟ مفيش حاجه احسن واسوأ، احنا مش بنقي افضل واسوأ، انت حابب ايه بس؟ الاثنين قريبين من بعض، والاثنين يعني ده الاعمال وده الاداريه، ده اداره الاعمال وده الاعمال بشكل عام سواء في الاداره او خلافه، المواضيع سهله ان شاء الله وبسيطه، وركز انت حابب ايه، ولكن لا يوجد اشتراطات او فروقات كبيره ما بينهم. ان شاء الله ربنا يوفقك وتهتدي الى الخير. أنهي شعبة في قسم إدارة الأعمال أقرب لريادة الأعمال؟ إدارة الأعمال بشكل عام لو هتاخد التخصص بشكل عام ممكن إنك تدخل في ريادة الأعمال، لو هتقدر تدخل الأقسام الإدارة المالية ممكن تبقى فيها جزء من ريادة الأعمال، لكن ريادة الأعمال هي تخصص منفصل بذاته، قائم على الابتكار، قائم بيوريك السوق ماشي ازاي، فلو لم تجدها داخل الكلية بتاعتك حاول ان انت تاخد تخصص عام ادارة الاعمال، لو ده مش موجود الادارة المالية حاول تاخد حاجة جينيريك او حاجة عامة قدر الامكان، ما تدخلش مثلا في ادارة الموارد البشرية لان دي جزء من كل، فحاول تاخد حاجة جينيريك او عامة زي ادارة الاعمال وبالتوفيق ان شاء الله. انا بابا شغال في بنك وكان نفسي اخش تجاره عشان يعينني حسب قانون ابناء العاملين، بس للاسف ما طولتش التجاره، هل كده ازعل ان فاتني فرصه عمري واركز في حاجه تانية احسن؟ قدر الله ما شاء فعل يا محمد، وربنا بيبقى كاتب للشخص اللي بيكون ليه بشكل مناسب. فكره قانون ابناء العاملين دي انا اعتقد انها اتلغت او لم تعد موجوده من الاساس، لان انا شفت ناس كتيره كان لديها هذا الموضوع وما زالت هذه الصوره موجوده، هتلاحظ هنا ان ده اتلغى في الوقت الحالي وما بقاش موجود، فحاول تركز على اللي موجود، ده هيكون افضل لك بكتير من وجهه النظر اللي موجوده في هذا الشأن. تجارة انجليش ولا تجارة تمويل واقتصاد؟ يعني مفيش مقارنة، الاثنين تجارة، ادخل اللي انت حابه وادخل اللي انت شايفه مظبوط بالنسبة لك. تمويل واقتصاد هي قسم ايضا من اقسام تجارة، فممكن تدخل تجارة انجليش تجد تخصص تمويل واقتصاد، فما تشغلش نفسك بالموضوع ده، ركز على حاجة انت بتحبها يا احمد النجار وربنا يوفقك ان شاء الله. حضرتك تجارة كريدت عربي دي كويسة وليه شغل زي كلية التجارة الحكومية، وهل بعد ما اخد الشهادة بشتغل بيها زي اللي دخل تجارة حكومية ولا لا؟ نعم كله عند العرب صابون، يعني الكريدت ده قسم دخل جديد وهو كريدت عربي كمان، خلوه كريدت وعربي، انت هتتخرج كلية التجارة هو ده المهم، وان شاء الله تلاقي شغل زي الخريجين الحكومية، لانك اصلا خريج جامعة حكومية ولكن قسم كريدت، فمحدش بيركز او انت، بس اهم حاجة وانت في السي في بعد ما تتخرج تكتب فاكولتي اوف كوميرس او كليه تجاره جامعه كذا، وبلاش بقى تكتب كريدت ومش كريدت، بلاش الكلام ده لانه بيدخل فيه دايلاما، اللي بص كريدت يعني داخل بالفلوس يعني جاب 50% يعني فاشل، لا بلاش تدخل في الجانب ده، ادخل بس فاكولتي اوف كوميرس داش كايرو يونيفرستي مينيا يونيفرستي اي حاجه جامعه، وبلاش تركز بقى كريدت ولا مش كريدت، تهرب من الخلاف ده وبالتوفيق ان شاء الله. يا استاذ حضرتك خريج كليه تجاره شعبه جمارك يقدر يشتغل بشهادته خارج مصر اعني في الدول الاجنبيه وليست العربيه؟ ارجو حضرتك انك تجاوب على رد اليوم لان غدا اخر يوم لاختيار التخصص. هي الفكره ان مفيش حاجه اسمها ينفع ولا ما ينفعش، اغلبيه الشهادات في الوطن العربي غير معترف بها في البلدان الاجنبيه، اذا كان الطب نفسه لا يتم الاعتراف بيه وبيتم اجبار على المزيد من المعادلات، فالفكره انه يشتغل في الدول الاجنبيه ايه المقصود بيشتغل بايه؟ فممكن اي حد يشتغل بشهادته وان شاء الله مؤهل عالي متوسط مؤهل عالي في الدول الاوروبيه، لان المعادله بره مختلفه عن الوضع الحالي، ولكن شعبه الجمارك من الشعب اللي ممكن ان انت تلاقي فيها فرصه عمل خاصه في المحافظات البحريه، فانت حاول تعقلها وتتوكل، لكن الاطلاق الموضوع على عواهين بهذه الموضوع ان نشتغل في الخارج والكلام ده مش بيكون على قدر من الدقه. حضرتك شهادة السي ام ايه مع تقدير مقبول كافية انها تدخلك سوق العمل ولا التقدير هيعجزني؟ ارجو رد. فكرة التقدير وفكرة الشهادات،
شهاده السي ام اي مش هي الفيصل، مش هي الماركت، مش خدت السي ام اي هتشغلوني يعني هتشغلوني، مش ماشي الموضوع بالطريقه دي. السي ام اي دي بتاخدها وانت اوريد دخلت مجال، يعني انا دلوقتي خلاص خريج مقبول اعمل ايه وانا بحب المحاسبه؟ انا نصيحتي ليك ابدا اتعفرت اشوف اي شغلانه في المحاسبه ان شاء الله حتى هيديني 1000 جنيه بدات فيه، ابدا اخد الخبره، ابدا اخد الشغل، لان المحاسبه اغلبيتها عملي. بعد كده ابدا ساعتها اخد شهاده سي ام اي، ضفت لي على شهادتي من الشغل ام 1000 جنيه ده هروح شغل تاني باكتر واكتر واكتر وهكذا، ببدا ارتقي. والتقدير مش هيعجزك ان شاء الله، ولكن ارجوك اوعى تحط فكره ان السي ام اي هي استحقاق وهيشغلوني هيشغلوني. لان احدى الاشخاص قالت لي انها جوزها حاصل على السي ام اي وبقى له مده بيقدم وما فيش شغل، فهي مش الفيصل يا جماعه، ولكن هي فكره خبرات مع ده مع ده هو اللي بيبني الموضوع. لو انا دخلت معهد محاسبه ابدا ازاي وايه فترات التدريب؟ يقصد بيها تدريب شركه رايه للعمل في البنك الاهلي ولا تدريب المحاسبين؟ اي مكان التدريب المقصود في شركه رايه ده الحقيقه ده شغل وظيفه كول سنتر للبنك الاهلي، فدي للخريجين فقط وبيقبلوا معاهد وبيقبلوا اكاديميات فما فيهاش مشكله. اما بالنسبه لي انك تشتغل او تبدا التدريب في مكاتب المحاسبه، فممكن تسال على المكاتب وتبدا ان انت تخاطبهم ان عشان تتدرب معاهم، فتحاول ان يكون عندك القدره على الدخول فيها ومفيش داعي للتوتر خالص. طب انا طالب وبفهم في الاكسل كويس، هل في شغل مثلا اشتغل بيه في الاكسل دلوقتي؟ وفي رد من استاذ احمد في لينكد ان، حط من ضمن مهاراتك انك تفهم في الاكسل علشان بس بيكون بالانجليزي وهيكون من ضمن مهاراتك انك تفهم في الاكسل. الاكسل مش صنعه، الاكسل مهاره. يعني ايه مش صنعه؟ يعني محدش هيجيبك عشان تعمل شيتات اكسل. انت الاكسل ده بتستخدمه في اي شغل بتشتغله، سواء قاعد على الريسبشن بيحط بيانات العملاء، سواء قاعد مدير مالي بيعمل اناليسز عليه، يعني بيبقى على حسب الاستخدام. فانت كطالب حاول انك تقعد تتدرب على الاكسل، حتى لو انت بتفهم فيه كويس تعمق فيه وحاول تتدرب قدر الامكان، وخلي دي مهاره انت اشتغلت عليه. واحد، بعد كده ان شاء الله ابدا ادخل في باقي الاوفيس وهكذا، حاول تعمل دول كلهم بحيث انك ان شاء الله تبقى مستعد لما تتخرج تك 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 تبدا تشتغل ان شاء الله بيه، ولكن لا يتم الشغل بيه اثناء الكليه. حاول انك تشتغل في الكليه اي شغلانه حتى لو مش هتستخدمه عشان تطور من نفسك، والاكسل مهاره مهمه اثناء الكليه. طب انا في نظم معلومات في نفس المعهد وبفكر احول تسويق وتجاره الكترونيه، انهي مطلوب في الشغل اكتر؟ الاثنين مطلوبين في الشغل والاثنين سوق موجود، هي الفكره انت حابب ايه ومش حابب ايه، هو ده اللي بيحسم القرار يا استاذه ايه. وما دام دخلتي حاجه حاول تستقر عليها، مش انقل هنا وانقل هنا، لا احسم القرار وربنا يوفقك ان شاء الله. انا عاوز ادخل كليه ايه عشان اتخصص في اداره اعمال؟ ادخل كليه تجاره لو متاح عندي كليه تجاره، تلاقي فيها تخصص اداره الاعمال اكيد، او في الجامعات الخاصه بتفصلها وبتجعلها كليه منفصله كليه اداره الاعمال. هل تدريب البنوك بيكون لانتظام او انتساب؟ في الغالب البنوك بتفضل خريجين قسم انتظام، ولكن في بعض البنوك كتيره بتقبل من قسم انتساب. قدم وربنا يوفقك ان شاء الله، ولكن لا تقصر التقديم على البنوك فقط، حاول توسع الرؤيه شويه، شركات مؤسسات، مش خلاص البنوك هي نهايه الكون، نوسع من رؤيتنا، ده هيكون افضل بكتير. عندي سؤال، كم النسبة المطلوبة في إدارة أعمال؟ على حسب التنسيق، على حسب الكلية، على حسب أكتر من حاجة، فده بيختلف من سنة إلى سنة يا أستاذة لبنى. تبع التنسيق ده بيختلف من سنة لسنة. في رأيك أي جامعة عموما بتكون أفضل من الأكاديمية أو المعهد؟ يعني تربية رياضية مثلا أفضل؟ هي الفكرة بس يا جماعة احنا بنحاول ان احنا نوصل إلى حاجة معينة، سكيل معين. أنا مثلا بحب التجارة والحقوق، بس أنا ما جبتش تجارة فقدامي كلية الحقوق جامعة حكومية، ولا أدخل تجارة معهد ولا أكاديمية، لا خلاص، ما أنا بقارن ما بين اتنين أنا بحبهم، خلاص أدخل حقوق جامعة حكومية، والفلوس دي ممكن أوفرها وأستثمرها بعد التخرج في ماجستيرات في شهادات عليا أي مكان. في ناس تانية تقول لك لا أنا الرؤية عندي نيوترال حيادية أي كلية وخلاص، لا ساعتها أدخلي جامعة ساعتها تكون أفضل، ولكن ما أرميش نفسي للنار، يعني اللي هو إيه انا مدام لا انا ادخل بقى ايه جامعه ان شاء الله بقى تربيه ايه طب نو، انا اصلا ما بحبش، يلا داخل تربيه رياضيه، انا اصلا ما بحبش التربيه الرياضيه وماشي بعكه، يلا داخل يلا ما اعرفش إيه. لا احنا مش راميين نفسنا كده للبوهيميه، فمش فكره الافضليه المطلقه، هي فكره انت حابه ايه، هو ده السؤال يا فندم. كليه التجاره انجليش ولا برنامج المحاسبه والتمويل الدولي جامعه بني سويف؟
انا وجهة نظري ما دام انت داخل كلية تجارة انجلش ده برنامج خاص. طب ما هي ده انت ممكن تدخل تجارة انجلش وبعدين تدخل تخصص المحاسبة جواه، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى الافضل ساعتها ادخل المحاسبة لانها تكون ساعتها افضل من ان انا ادفع فلوس كتيرة جدا جدا في برنامج المحاسبة والتمويل الدولي، ولا هو دولي ولا نيلة. فالافضل يا استاذ محمد انا وجهة نظري انك تدخل كلية تجارة انجلش وتتخصص محاسبة لو انت بتحب المحاسبة للدرجة دي في سنة تالتة أو سنة رابعة، أحسن ما تدخل البرنامج المحاسبة الدولي وفي الآخر تدفع فلوس قد كده وتقعها. الفلوس دي توفرها بعد التخرج في شهادات مهنية وأكاديمية في علم المحاسبة. وبالتوفيق. لو اتخرجت من الجامعة وفكرت أدخل جامعة تانية وتخصص تاني، هل ده يفيدني مع إني لا أملك المقدرة المادية وكمان لا أجد أي عمل ومشتتة جدا، محتاجة نصائح حضرتك وبالتوفيق. شكرا وشكرا. العفو يا فندم. بص يا استاذ اوسن، لا يفيدك انك تدخلي جامعه في جامعه، مش هضيع 4 سنوات في 4 سنوات. الحل بقى لو انت حابه مجال معين انك تدخلي دراسات عليا، ده هيكون افضل تدخلي دبلومه في ماجستيرات لو انت حابه الموضوع ده. لكن انت نصيحتي ليك ان انت مشتته جدا جدا، فبلاش تلوشي في الفتره دي. اختاري حاجة انت حباها ومن ثم ترمي عليها الشهادات وما شابه، فعشان ده يكون بالنسبة لك افضل من انت ترمي كل هذه الامور. والمقدرة المادية ان شاء الله تشتغلي ومنها تعوضي وتبدأي ان انت ترمي في شهادات ومؤسسات اخرى. وبالتوفيق ان شاء الله يا سوسن. لو سمحت، كلية التجارة جامعة القاهرة تخصص رئيسي محاسبة داخلة سنة رابعة، اختار تخصص فرع المالية ولا التمويل، اي الافضل وهل بتفرق في الشغل؟ مش هتفرق، بس هي الفكره انت حسمتي ايه؟ يعني انت حابه المحاسبه الماليه او التمويل؟ اي مكان لو انت لسه ما حسمتيش ادخلي الاقرب ليكي واللي تقدر تجيبي فيه درجه عاليه. لو مثلا انت مثلا مياله لمحاسبه معينه، انت كده كده الشهاده النهائيه تطلع محاسبه، تخصص محاسبه، صح هتطلع تخصص محاسبه ماليه ولكن ان جنرال محاسبه. فلما تيجي تدخلي سوق العمل انت اوريدي متخصصه محاسبه، ففكري الانسب ليكي والاقرب ليكي. لو يبقى لو مش قادر تحسمي ده، الاكثر قدره على ان انت تجيبي فيه درجات هو ده اللي هيقدر ان هو يساعدك ان انت ان شاء الله لما تتخرجي سيبك بقى من ده كله وادخلي سوق العمل، لان كل اللي درستيه ده مختلف عن سوق العمل تماما. لو سمحت، انا ابني كان عاوز زراعه، كليه زراعه، بس عشان الاضطراب اترفض احول تجاره انتساب عشان هو مش بيحب السفر او خايف من السفر، وانا مش عارفه اعمل ايه، اغضب عليه يسافر ولا استسلم لتحويل التحويل اللي هو عمله؟ هو اصلا مش عارف هو عاوز ايه، هو باين ان هو عاوز ان هو ما بيحبش السفر، فخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو هو مش عارف حاجه، احنا بنستسلم للظروف. يعني ايه بنستسلم للظروف؟ يعني ربنا يسر لنا كليه معينه وهو ماشي ومشيت، خلاص ربنا رايد لنا فنمشي في ده. زي ما هو شايف انت عاوزه كليه زراعه في سفر، هو مش عاوز يسافر، خلاص لا نضغط بهذه الطريقه، خاصه ان هو مش حابب الكليه او مش عاوز، يعني نيوترال، راي حيادي مش محدد حاجته، فخلاص بلاش الجبر ده والغصب. هو خلاص دخل حاجه معينه، ندعو له بالتوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله ويوفقه لهذا الامر، وبلاش نضغط على ابنائنا بهذه الطريقه. سيبيه وربنا يكرمه باذن الله، والارزاق بتاعت مين؟ بتاعت ربنا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه افضل واسهل ليا في الدراسه لو انا ضعيف في الانجليزي وباخد كورسات لسه نظم معلومات ام اداره اعمال؟ الاثنين في سوق العمل بقى مطلوب منهم اللغه الانجليزيه. لو قلت محاسبه كنت قلت لك محاسبه، ولكن الاثنين مطلوب منهم لغه انجليزيه، وان كانت اداره الاعمال بتطلب اكتر. نظم معلومات هي مشكلتها ان السوفت ويرز كله باللغه الانجليزيه، فلو بتعرف تتعامل مع السوفت ويرز هتعرف، لو مش بتعرف هتلاحظ انك بتعاني من العديد من المشاكل. ولكن اللغه الانجليزيه هتكون مطلوبه في الاثنين. انت بتتكلم على الدراسه، لو انت دخلت القسم العربي هتلاحظ ان الكلام اغلبيته عربي، مش هتلاقي لغه انجليزيه كتيره الا في النظم. هتلاحظ المصطلحات سوفت ويرز هتلاحظه بالانجليزي. وانت لو هتتكلم على الدراسه، فلو هتدخل اداره اعمال عربي مش هتلاحظ فيها كلام انجليزي كتير، وهتلاحظ انها اغلبيتها باللغه العربيه ولا يوجد فيها لغة انجليزية كتيرة. ولكن بعد التخرج هتلاحظ ان الشغل محتاج منك لغة انجليزية، خاصة في ادارة الاعمال. بالتوفيق ليك ان شاء الله. لو سمحت، برأيك ايه الافضل محاسبة من ادارة اعمال كفرص عمل ومستقبل؟ الاتنين ليهم فرص عمل والاتنين ليهم مستقبل. انت حابب ايه ومش حابب ايه؟ في حال طورت حالي بالانجليزية وبرامج الاوفيس، الاتنين مطلوبين في الشغل. وان كانت ادارة الاعمال بتهتم اكتر باللغة الانجليزية وكذلك ببرامج الاوفيس، ولكن بشكل عام الاتنين مطلوبين والاتنين ليهم سوق عمل، وربنا يوفقك ان شاء الله. عملنا فيديوهات على اليوتيوب مصطفى عطية بتشرح التخصصين دول وايه هي المزايا والعيوب ليهم، حاول انك تشوفها وان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله تعالى. لو سمحت، ايه الكليه الافضل، كليه زراعه ولا تجاره؟ يا حضرتك ترد عليا عشان اخر فرصه للتحويل بكره. لا يوجد افضليه او سوق، انت حابب ايه ومش حابب ايه يا محمد، انت اللي قرر ده.
الاثنين سوقهم موجود والاثنين شغلهم موجود، الزراعي علمي والتجاره ادبي، يعني بيميل اكتر للكليه الادبيه. فانت حاول تشوف انت حابب ايه، لو انت ميولك علميه حابب الحاجات دي ادخل زراعه، لو انت ميولي ادبيه بحب الحفظ بصراحه العلم ما كنتش بجيب فيه درجات عاليه ادخل تجاره. حاول انك تشوف كمان منطقتك الشغل فين، شغل اكتر ايه، في مصانع فيها حاجات فيها زراعه ولا انا مفيش شغل الا في كليه منهم. حاول تختار على هذا القرار. واحنا عملنا فيديوهين عن الكليتين دول، حاول تتفرج عليهم على صفحتنا على اليوتيوب، وان شاء الله ربنا يوفقك وصلصه استخاره وبالتوفيق ان شاء الله، ولا يوجد افضل او اسوأ. لو سمحت كنت عاوز اعرف اكاديميه السادات فرع المنيا معتمده ولا لا؟ يا استاذ العزايزي اسال في المجلس الاعلى للجامعات، واسال على الجروبات الواتساب، واسال عفوا جروبات الفيسبوك، دور على الاكاديميه واسال اللي خرجوا منها اشتغلتوا الشهاده معتمده. طب معلش ممكن صوره، حاول بس تسال اكتر من سؤال وربنا يوفقك ان شاء الله. لو سمحت انا خريج قسم محاسبه معهد الوادي العالي، هل لي ان اقدم من الشرطه في هذا التخصص؟ لو طلبوا متخصصين في خريجين قسم محاسبه هتقدم، لو مش طالبين مش هتقدم. بس هي الفكره ان بيبقى في منافسه قويه جدا من الخريجين. تخيل ان الاعلان مثلا طالبين ضباط متخصصين عدد 30 خريجين كليه محاسبه او قسم محاسبه، هتلاقي طبعا خريجين الجامعات وخريجين المعاهد وخريجين الاكاديميات كلهم ماسكين في الف بعض. فطبعا الارزاق على الله، المهم ان انت بس ما تحطش تحط بلان ايه وبلان بي وما تركزش كتير، وبالتوفيق ان شاء الله ليك. لو سمحت انا في معهد وعاوزه لما اتخرج ابقى زي خريج الكليه، فالمفروض اعمل ايه من حيث الشهادات؟ نختار تخصص احنا حابينه وعشان نعرف نرمي عليه حاجات، يبقى احنا اوريدي حسمنا الموضوع. انا قررت انا خريج معهد اداره اعمال موارد بشريه، انا بحب الموارد البشريه. طيب بعد ما اتخرجت اعمل ايه؟ اولا الاحظ ان انا طول فتره الكليه اجيب تقديرات عاليه، مش هكون خريج معهد وجايب مقبول. الناس تقول يعني انت كمان داخل معهد وكمان جايب مقبول؟ لا، يبقى احنا جايبين تقديرات عاليه. ثانيا اهتم باللغه الانجليزيه جدا، لان الشائع ان خريجين المعاهد لغتهم الانجليزيه وحشه. لا، نهتم باللغه الانجليزيه جدا. ثالثا انا اخترت المجال بتاعي، ابدا بعد ما اتخرج ان شاء الله على طول ابدا ادخل في دبلومه في المجال ده، بحيث ان انا اوازن الكليه، بيبقى انا خريج معهد اداره اعمال قسم اداره موارد بشريه، بعدها على طول يكون في السي في بتاعي اداره دبلومه اداره الموارد البشريه جامعه القاهره جامعه الشمس اي مكان الجامعه الحكوميه اللي عندك، يبقى انا كده عدلت الشهاده بتاعتي وببدا سوق العمل وربنا بيوفقني ان شاء الله ويكرمني باوسع ما يمكن. لو سمحت لو عمل عمليه قلب مفتوحه لا ياثر على نتيجه الكشف باستماره 111؟ لا، لو هو طلب ده، لو قالك مثلا انت عامل اي عمليات او حاجه، لو قلت له لا مره تانية الكشف باستمارات 111 هو مش بيقرر انت هيترفض ولا لا، هو بس بيكتب فيه الاجراءات، عمليه عنده قصور في النظر، عنده كسر وهكذا، يبدا يكتب كل الحاجات دي، وهو مش جهه الرفض او القبول، هي فكره جهه العمل. انت قدمت، هل عملك مثلا بيتطلب مجهود؟ هل عملك لو انت لا قدر الله حصل لك حاجه ممكن تقع؟ فالحاجات دي بتتاثر بيها العمليه، ولكن هم مش جهه رفض او قبول. جهه الرفض او القبول هي جهه العمل اللي انت مقدم عليها، وربنا يوفقك ان شاء الله. لو سمحت ممكن ترد عليا اكاديميه السادات معتمده ولا مش معتمده؟ مش موجوده ليه في التنسيق؟ اللي انا عارفه ان اكاديميه السادات معتمده مش موجوده ليه في التنسيق، ممكن درجتك او الدرجه بتاعتك المئويه مش موجوده مثلا، او مش جايباها في الاسكادول او التنسيق بتاعك، لكن اللي انا عارفه ان اكاديميه السادات موجوده، فحاول انك تسال ليه هي مش موجوده في وجهه نظرك او في التنسيق بتاعك، ولكن اللي انا عارفه انها معتمده، الا بقى لو جد جديد في خصوص هذا الموضوع وما اعتقدش. لو سمحت هل تخصص علاقات عامه واعلان في كليه الاعلام ممكن اتوظف بعد ولا صعب اتوظف؟ نعم ممكن تتوظف يا استاذ اسلام، والمفاجاه كمان ان اغلبيه الشركات فيها قسم البي ار او علاقات العامه، ده قسم مهم جدا خاصه في الشركات الدوليه والبنوك كمان. فلو انت خريج القسم ده والتخصص ده ليك فرص كبيره جدا في السوق، ولكن اهتم بحاجتين، اللغه الانجليزيه جدا جدا جدا، ثانيا الكوميونيكيشنز سكيلز او مهارات التواصل، لان علاقات عامه يعني بيعرف يتكلم، يعرف ياخد ويدي، اتفضل يا فندم، عينينا الاثنين لو سمحت، دي طريقته. اما وخايفه وما بقدرش اتكلم، علاقات عامه ايه يعني؟ علاقات عامه تبقى فاشله. اللغه الانجليزيه عشان تدخل المجالات والمناطق العاليه. النقطه الثالثه تهتم بلبسك، مظهرك، شكلك، لان العلاقات العامه مظهر، ده وجهه الشركه او المؤسسه، فاهتم بالثلاثه دول ان شاء الله هتلاقي فرص في بنوك وشركات كبيره، وقدم على وظائف البي ار والعلاقات العامه والكلام ده، هتوفق باذن الله تعالى وبالتوفيق ان شاء الله.
انا في تانية نظم وعاوز احول الى اداره، يقصد اداره الاعمال، لو تقدر تساعدني في هذا الامر حضرتك. اللي تقدر تعمله ان حضرتك بعد ما تتخرج ان شاء الله من الكليه تحاول تحصل على دبلومه في الاداره، ومن ثم تستطيع انك فيها تعمل الترانزيشن او فكره التحول من قسم النظم الى قسم الاداره. ركز في دلوقتي اللي انت فيها، ولو تعرف تتخصص في حاجه زي نظم معلومات الاداريه، لو جوه النظم جواها فيها نظم معلومات اداريه حاول تتخصص فيها، ده هيكون بالنسبه لك افضل من هذا الامر، بدل ما تتخرج او تحاول تنقل وتعيد اول سنه من الاول، فده اعتقد هيكون حل ليك. ما الفرق ما بين الشخص اللي درس تخصص إدارة الموارد البشرية في الجامعة والذي تعلمها من خلال الكورسات؟ هل يوجد فرق؟ لا لا، مش حكاية فرق ولا لا، أحيانا الخبرة العملية بتكون أفضل من الخبرة الأكاديمية. الموارد البشرية هي العلم الذي، لا هو أنت مش هتاخد ده في شغلك، أنت بتشتغل بي رولز وبتشتغل حاجات إدارة الموارد البشرية، لكن هي الفكرة أنت بتفيدك في التقديم في الشغل. أنت دلوقتي مقدمين على وظيفة اتش ار مانجر مثلا، مدير موارد بشريه، اكيد هيقول لك ما حاصل على ماجستير اداره الموارد البشريه، شغل 10 سنوات في موارد بشريه، يعني الاثنين مش ضد بعض، الاثنين بيكملوا بعض عشان يقووا السي في بتاعك. عشان كده لو انت مهتم بمجال اداره الموارد البشريه خد الاثنين، اقرا كتير في المجال، ثانيا خد شهادات في هذا المجال، ماجستير ودبلومات، كل ده هيقوي من السي في بتاعك وهيخليه اقوى واقوى وهيرفع من مستواك باذن الله تعالى. وبالتوفيق يا فندم. ممكن تتكلم عن تخصص نظم معلومات المحاسبية من أي ناحية يا أستاذ عبيد؟ هو نظم معلومات المحاسبية، احنا قلنا نظم معلومات هي علم كبير جدا تحتيه حاجات كتير، استخدام نظم معلومات في مجالات مختلفة، في نظم معلومات الجغرافية بيستخدموا نظم معلومات في الجغرافيا، نظم معلومات الإدارية بيستخدموا نظم معلومات في الإدارة، نظم معلومات المحاسبية بيستخدموها في إيه؟ بيستخدموها في علم المحاسبة. دي من الحاجات اللي كمان لو انت يعني ميال لقسم المحاسبه شويه ممكن تدخلها، فدي باب خفي بعد ما تتخرج، خد دبلومه في المحاسبه نط منها لمجال المحاسبه، ولكن حاول انك تكون حابب ده وحابب المجال، وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تفهم اكتر. هل العمل في شركات التامين الطبي نوعيه دي العمل دي حلال يا استاذه ساره؟ لا تسالي احد على الانترنت حلال ولا حرام. دار الإفتاء المصرية عاملة موقع إلكتروني عظيم، قديم الصبح أو بالتليفون، ممكن تكلميهم ليهم أوقات رسمية، اتصلي بيهم تواصلي معاهم وربنا يوفقك إن شاء الله، وتسأليهم هذه الأسئلة. بلاش تسألي حد على النت، اللي بيسألك على النت ده مش هيفيدك بحاجة، هيشتت لك ذهنك، اسألي ناس فعلا هم أهل الفتوى، ولا تسألي أحد عن طريق الإنترنت. خلي بالك أنت زي ما بتسألي وبتتراعي أنك تحصل على معلومة مظبوطة، اسألي كمان دار الإفتاء على هذا الأمر. هل خريج نظم معلومات الإدارية يقدر ياخد ماجستير إدارة أعمال؟ في الغالب هيتم طلب منه إنك تاخد دبلومة في الأول، دبلومة إدارة أعمال، ولو جبت فيها تقدير عالي ممكن ساعتها تقدم على ماجستير إدارة أعمال. يعني مثلا جامع زي عين شمس مثلا يقول لك عاوز تدخل ماجستير وانت اصلا مش خريج نظم معلومات او خريج معهد او اي مكان، يقول لك ادخل الاول دبلومه اداره اعمال، جيب لي مثلا جيد جدا على الاقل، بعد كده ساعتها ممكن تقدم على الماجستير وهكذا. فهي بتدخل في لفه كده معينه، ولكن مش هيقدر يدخل بشكل دايركت، ولكن يمكن يدخل ولكن عن طريق اللفه اللي احنا قلناها. هل عشان اتوظف في شركة مالتي ناشونال لازم خبرة؟ لا مش حكاية كده، أغلبية الشركات المالتي ناشونال بتشغل الأشخاص في حدثاء الخبرة، ولكن بيشترطوا إن حدثاء الخبرة بيكون لديهم قدر من اللغة الإنجليزية، قدر من المؤهل العالي، المؤهل اللي أقصد بيه التقدير العالي، وكذلك ان هو دخل تخصص معين ويبدا يبهرهم في الانترفيو لغه انجليزيه عاليه عدى من الاختبارات. ولكن لا مش لازم خبره، حدثاء الخبره دول بيجيبوهم منين؟ اكيد في ناس فيهم حدثاء خبره، اكيد الشركه فيها ستارت جريد او درجه اوليه في درجات تانية، فدول هيجيبوهم منين؟ مش يعني هيجيبوا ناس خبره وشغلوهم في ناس جونيور، فلا لا بيشغلوا خبره. الشركات بقى المالتي ناشونال هتلاحظ ان المنافسه قويه جدا في حدثاء الخبره، دي بقى النقطه التركيه، حدثاء الخبره فيها كومباتيتيف، فيها تنافس كتير، كله خارج جامعه المانيه وامريكيه وحكوميه ومعاهد وهكذا معجنه. لكن بقى في الخبره المنافسه اقل، لان انت دخلت مجال معين والمجال ده بقى فيه تنافسيه اقل، العدد اقل طبعا لان مش كل الناس خريجه القسم ده. ثانيا هتلاحظ كمان انه انت لو واحد شهادات، لو مؤهلك عالي، لو هكذا، لو انت كل ده بيرفع من مستواك فبيكون فرصك في القبول افضل واكثر بكثير من تقديمك كشخص حديث الخبرة. أتمنى إنك تكون الصورة وضحت لحضرتك، وبالتوفيق. هل كلية سياسة واقتصاد قسم اقتصاد ليها شغل قدام؟ نعم، شغلها موجود ومتوفر، وأغلبية الشركات
بالعكس كليه سياسه واقتصاد قسم اقتصاد بيكون ليها افضليه عن اقسام اقتصاد داخل كليه تجاره، دي بتبقى بيعتبرها كلاس A او درجه اولى عن كلاس B اللي هي اقتصاد داخل كليه تجاره. لكن من المهم جدا انك تعرف ان في منافسه شديده ايضا من خريجين قسم الاقتصاد خاصه من الجامعات الاجنبيه، وربنا يوفقك ان شاء الله وسيب الارزاق على الله، المهم انت تجتهد وتطلع من الاوائل. كورس الائتمان الكريدت كورس، عبد الرحمن بيسالني كفاينانشال اناليست او محلل مالي هل هتكون مناسبه ليا؟ على حسب الصناعه اللي انت شغال فيها يا عبد الرحمن. التحليل المالي ده يعني ايه؟ هل انا مثلا شغال في بحلل مالي مثلا لقطاعات البنوك وخلافه، ساعتها هيكون مناسب ليك وهيساعدك كمان انك ممكن تدخل البنوك في هذه الاقسام. لكن انت ممكن كمحلل مالي الشهاده تكون مناسبه جدا ليك هي CFA. تنفست الفلوس اللي هتدفعها في الكريدت كورس في السي اف اي هتكون مفيده ليك وانسب لانها تفيدك بشكل عام، وانت كفاينانشال اناليست او محلل مالي هذه الشهاده هي من الشهادات اللي هتكون مناسبه جدا ليك وهتساعدك في المجال بتاعك. لو انت حابب تدخل مجال البنوك ولكن هتحس ان مجال الكريدت هيديلك اوفر فيو او وجهه نظر عامه، ولكن اهتم جدا بهذه الشهادات زي السي اف اي. اهتم كمان لو تحصل على دبلوم في الاقتصاد، ماجستير في الاقتصاد، حاول تدخل في الجانب ده لانه هيساعدك كتير جدا انك تفهم الاقتصاد الكلي، لان المحلل المالي مش بيشتغل في الاقتصاد الجزئي بس، عنده تصور عام عن الاقتصاد الكلي. فخد حاجات في الاقتصاد هتساعدك كتير انك تقوي السي في بتاعك. مع السي اف اي عندك رفاهيه انك تاخد الكريدت بعدها، خدها ولكن ستيب باي ستيب، الاهم فالاهم، وربنا يوفقك يا عبد الرحمن. هو انا لو دخلت معهد سنتين بعد كده هدخل كليه؟ في بعض المعاهد انت بتدخل معهد سنتين بس، نصيحتي ليك حاول انك تدخل، لما تيجي تدخل معهد تدخل كليه 4 سنين بدل ما تضيع سنتين وبعدين 4 سنين، يبقى كده 6 سنين في مؤهل عالي، يبقى انت كده ضيعت وقت كتير. فحاول انك لما تيجي تختار تختار معهد 4 سنوات. تنصح ايه ما بين كليه الاسنان والعلاج الطبيعي، ايهما افضل عائد مادي؟ الاثنين ليهم سوقهم موجود، والاثنين على حسب المكان اللي تشتغل فيه. كليه الاسنان طبعا لو انفست فيها، لو انت عملت العياده بتاعتك، ولكن طبعا المنافسه شديده في الوقت الحالي، حتى لما تيجي تشتغل في المستشفيات مش هتكون العائد الكبير. العلاج الطبيعي في منطقه الخليج بيدي مرتبات مرتفعه جدا، فانت خلي بالك انت حابب ايه، نسبه التكدس، كل هذه الامور بيتم ليها وجهه نظر. الاثنين نيوترال حيادي وجهه العائد المادي، لان انت مش بتقارن، يعني ممكن واحد يتخرج من اسنان ويفتح عياده صحيح المرتب عالي، ولكن ممكن واحد تاني يشتغل علاج طبيعي في مركز على قده، ياما شفنا مراكز علاج طبيعي على قدها تماما يعني. فواحد تاني يشتغل في مركز علاج طبيعي عالي جدا، معرفش اجهزه عامله ازاي، واحد تاني يسافر الخليج، واحد تاني يقول لك لا انا بشتغل في مدرسه دوليه بعمل حاجات علاج طبيعي ليه، واحد تاني يشتغل في النادي الاهلي كمساعد ياخد ملايين. فهي الفكرة كل واحد رزقه موجود، ولكن انت حابب ايه ده اهم حاجة، ولما تحب حاجة تبدع فيها وربنا يكرمك ان شاء الله بافضل حاجة. هل نقابة التجاريين ليس لها استفادة كبيرة وتضيع فلوس على الفاضي؟ نعم، ودي وجهة نظرنا ان ليس لها استفادة كبيرة وتضيع وقت على الفاضي، ولا تستثمروا ابدا فلوسكم فيها، ولا تضيعوا فلوسكم ولا اشتراكات ولا اي حاجة، كلام فارغ تماما. يعني ايه بيبقى في تمييز في الشغل ما بين المعهد والكليه؟ مش على اساس الشهادات مش اهم حاجه والاهم الخبره، ده غير ان في ناس كتير بتقول مفيش فرق او تمييز ما بين الشهادتين اصلا. طبعا دي اراء، انا وجهه نظري زي ما حضرتك بتقولي، هي كل اللي يختار على حسب وجهه نظره. انا وجهه نظري وشفت الناس في السوق، الاتش ار لما بيجي له خريج معهد دايما بيبص ان هو خريج معهد، فانت كنت درجتك في الكليه مش افضل حاجه، في السنه مش افضل حاجه، لكن ده تمييز يقدر الشخص انه يتغلب عليه، ان هو يبقى يثبت نفسه اثناء مقابله العمل. وكمان زي حضرتك بتقولي مش اهم حاجه الخبره، ده انا بتكلم عن حديث الخبره. لكن في المستويات الناس اللي عندها شغل خبره، يعني مثلا شخص عنده 10 سنين وشغال في مجال زي المحاسبه او النظم، طبيعي مش هلتفت للمؤهل الاساسي لان اوريدي الخبره بتاعته غطت على كل حاجه. لكن في حدثاء الخبره بيبقى الناس كلها شبه بعض، فايه اللي هنقسم، هنختار الناس على ايه؟ طب انت معهد ولا جامعه؟ طب انت معاك انجليزي؟ طب انت مؤهلك جايب تقدير قد ايه؟ يعني بيبقى في قدر من التمييز لان بيبقى كله على مستوى واحد من التخرج، فحاول انك تعرفي هذا الفرق.